مرحبا بكم في هذه الحلقة من مشهد اليوم على شاشة نيل الأخبار، والتي نتحدث في حلقتها اليوم عن المشهد السوري. هل المشهد السوري في طريقه إلى التعقيد أم إلى الانفراج؟ تطورات على الساحة السورية بدأت بتصريحات للمبعوث الأممي ديمستورا بأنه يلوح بالاستقالة والتنحي عن منصبه أو الملف السوري والتخلي عنه بنهاية نوفمبر القادم. أيضا إسرائيل وتحركات نتيجة المعارضة وما تعرض له نتنياهو من ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه تقاعس في دبلوماسيته ولم يستطيع استغلال المشهد العربي والأوضاع العربية وساءت العلاقة ما بين إسرائيل وروسيا. نتحدث عن تحركات إسرائيلية باتجاه سوريا والهدف منها هو إخراج إيران من الأراضي السورية، وأيضا تصريحات لواشنطن بأن خروج إيران من المشهد السوري وعلى الأرض السورية بات أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن أمام مشهد معقد، قمة أخيرة كانت ما بين الرئيسين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، والحديث عن سوريا بأهمية تشكيل لجنة لصياغة الدستور ودفع الحلول السلمية السياسية في سوريا، وكذلك التأكيد المصري على وحدة الأراضي السورية وحق وإرادة الشعب السوري التي يجب احترامها في كل الأحوال. إذن أطراف كسر تدخل فيها تركيا أيضا باتفاق لم يتحقق على الأرض رغم انتهاء مهلته فيما يخص إدلب ما بين روسيا وتركيا وتسليم المعارضة لأسلحتها الثقيلة. هذا المشهد السوري نناقشه اليوم مع المفكر السوري الدكتور نادر عكو. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة النيل الأخبار. أهلا بك. اسمح لنا دكتور نادر أن نخرج إلى هذا التقرير لأبرز التطورات في سوريا ثم نعود لبدء الحوار. عقوبات أمريكية جديدة تم فرضها على مؤسسات إيرانية في إطار قيام الولايات المتحدة بتصعيد ضغطها على إيران بعد أن زاد التوتر بين البلدين عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق وقعته عدة دول كبرى بشأن برنامج طهران النووية وعودته إلى فرض عقوبات عليها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على بنكين وعدد من الشركات الإيرانية بزعم صلتها بميليشيا الباسج الإيرانية بسبب ما ذكرته واشنطن حول استهداف العقوبات لنشاط يعمل على تجنيد وتدريب أطفال كجنود للحرس الثوري الإيراني. من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتماد الولايات المتحدة على العقوبات بأنه قد خرج عن السيطرة، قائلا إن أحد البنكين المستهدفين بالعقوبات ذو أهمية بالغة لواردات الغذاء والدواء إلى إيران، وأشار إلى عدم صلته بالميليشيا. أوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تسعى لعقد اتفاق جديد مع إيران أكثر شمولا من الاتفاق النووي الحالي، وأشاروا إلى أن خطأ الاتفاق الحالي هو اقتصاره على البرنامج النووي الإيراني، حيث لا يشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو الإرهاب أو الهجمات الإلكترونية أو غسل الأموال أو العدوان على الممرات البحرية الدولية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عزمها إخراج كل القوات الموالية لطهران من سوريا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لها، وذلك عبر ممارسة الضغوط على إيران لوقف أنشطتها العدوانية. في السياق ذاته ورغم توقف الغارات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها قبل نحو شهرين، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل ما زالت تواصل العمل لدحر إيران من سوريا. إذن هل هناك إعادة ترتيب للأوراق مرة أخرى على الساحة السورية في هذا المشهد التحليلي مع المفكر السوري دكتور نادر عكو؟ برحب بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا بك دكتور نادر. هل المشهد السوري أصبح معقد إلى حد كبير تدخلت فيه الأطراف بما يتعارض مع المصالح؟ أي إنسان بيشوف لقاء الرئيس بوتين وهو يستقبل
القائد المصري العظيم رئيس جمهورية مصر العظمى يرى أن الأزمة السورية خلاص انتهت، ما فيش تعقيد، الأمور كلها ماشي بالاتجاه الصح. فكما علمنا التاريخ، عندما تضع مصر يدها على المشكلة تستطيع أن تحلها. ولذلك على الشعب السوري الآن أن يحمل أوزانه زي ما بيقولوا ويرحل لبناء سوريا الجديدة. كيف توافقت الرؤى فيما يخص الموقف المصري الروسي؟ ظهر جليا في قمة سوتشي بالطبع وفي كلمة سيادة الرئيس أمام مجلس الفيدرالية الروسية في هذه الزيارة الأخيرة، لكن كيف تتحقق هذه الدفعة؟ كيف تحقق لجنة الدستور أهدافها؟ كيف تشكل؟ ومن هي الأطراف الفاعلة في هذه اللحظة من أجل بداية تسويها؟ قال الرئيس بوتين أن اتفاقات مع دولة مصر هي أصبحت وفق دقات الساعة. إذن كل شيء مخطط وبدقة وفي الوقت المناسب. موضوع الارتجال انتهى. إذن ما دام دخلت مصر في الموضوع انتهى. ليه؟ لأنه منذ قديم الزمان الشام تقع بين واديين، وادي النيل ووادي الفرات ودجلة. فسوريا اللي هي الشام كان دائما منطقة توسع لأكبر امبراطوريتين في العالم. ولذلك عندما قال جمال عبد الناصر ردا على الحشود الإسرائيلية على الحدود السورية في ذلك الوقت، من يبتدئ بسوريا فهو يسني بمصر. من قديم الزمان قدماء المصريين أرسلوا كوماندوز قبائل مصرية لتعيش في دمشق حتى تلاقي الأعداء خارج مصر. فمعنى ذلك أن مصر لم ولن تستطيع أن تتخلى عن سوريا. ولذلك القضية الآن السورية في أيدي أمينة. نعم، مواقف المصرية الخارجية واضحة وثابتة. نعم. منذ زمن بعلاقات تاريخية بالطبع بين دولتين شقيقتين. نعم. وحتى في الأزمة الأخيرة التي قاربت على ليست سنوات. فقط العلاقات الخارجية. الآن عندما جاء السوريون أتوا إلى أين؟ دخلوا إلى بيوت المصريين وعاشوا معهم وأكلوا معهم وتاجروا معهم. نعم. بينما الآخرين لم يستقبلوا أي إنسان سوري في بلادهم. هذا هو الشيء الذي يجب أن ينتبه إليه المصري. ولا يوجد لدى المصريين كلمة لاجئ. نعم. لأي عربي. نعم. يطرق الأراضي المصرية. لكن المشهد الآن أصبح إلى حد كبير غريب ربما. ديمستورا، لماذا يريد التنحي في هذه اللحظات؟ لماذا يضع في هذه المدة القليلة المتبقية لمهمته في سوريا أن يكون هناك دفعة فقط للجنة صياغة دستور لكنه لن يستكمل الملف؟ ما بقى في فلوس ليأخذ رواتبه، خلاص ما فيش لعبة، خلاص انتهت. صدقيني فلوس لديمستورا ولغير ديمستورا انتهت. فلوس للإرهابيين داعش وجبهة النصرة ما فيش، كلهم أصبحوا اللاعبين الأساسيين انكشفوا. وهذا ما نراه الآن في العلاقات الأمريكية مع بعض الدول العربية، الكل استسلم. وهذا الذي أؤكد عليه، عندما دخلت مصر فقالت فيش ملك، كله بده يرحل. وأجاوب بطريقة منطقية على الوجود الإيراني والروسي. يجب أن يعرف القاسي والداني لماذا الوجود الإيراني والوجود الروسي، لأنه كثير من الإشاعات وكثير من الإعلام الاستباقي شيطنوا الوجود الإيراني وشيطنوا الوجود الروسي. يا جماعة، الوجود الروسي جاء لحماية الأمن القومي الروسي. كثير من الإرهابيين استوطنوا في سوريا في غفلة من الزمن،
جعلوا سوريا منطقة انطلاق لضرب روسيا بعد ما ضربوا الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. وكذلك بالنسبة لإيران، إذا علاقة الحكومة العربية السورية ذات السيادة والتي امتلكت قرارها الآن بعد أن تحول المزاج الشعب العربي السوري وحول قيادته الرئيس بشار الأسد، أصبح مضبوطا وفق معادلة. هذه المعادلة هي إبداع من إبداعات حرب أكتوبر المجيد 73، أي ضبط علاقات الأصدقاء مع الدولة السورية أو المصرية، وضبط علاقات أصدقاء مع الأعداء، وكلهم يأتي في سياق واحد. يجب على الشعب العربي كله أن يرتاح، لا يوجد أي شبهة نحو وجود لا إيران ولا موضوع روسيا، وإيران لا تستطيع أن تمتد لا شيعيا ولا غير شيعيا. نحن بالنسبة للجمهورية العربية السورية شعب متحضر حضاري، لا نؤمن بالطائفية ولا نؤمن بالعنصرية. هذا هو. هل سينتهي الدور الإيراني برأيك؟ منتهي الدور الإيراني، ليس له أي وجود على 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 السيادة. عندما تكون الجمهورية العربية السورية قرارها في إيدها، كل الناس ما لهمش وجود. اللي عايز يوجد في أدبه في احترامه ويقدم خدمة، أهلا وسهلا فيه، بس وفق معادلة علاقتنا مع الأصدقاء أي إنسان. لكن علاقتنا مع مصر علاقة ماذا؟ علاقة شراكة. لا, لا, لا يستطيع أحد أن يزايد بالطبع على هذه العلاقة، لكن نص الشعب السوري. فكرة عندما نقرب بشكل أو بآخر لحلحلة الأوضاع أو نأخذ مسارا من أجل تسوية سلمية للأزمة، ربما تتصاعد التصريحات وتتصارع معها الأطراف في تقسيم هذه الكعكة السورية. تصريحات الإسرائيلية الأخيرة كيف قرأتها باتجاه إيران بأن هناك تحرك عسكري ربما إسرائيل ستقوم به داخل الأراضي السورية لخروج إيران؟ تصفية حسابات وابتزاز لدول عربية محددة علشان تدفع فلوس لإسرائيل ولأمريكا، وعملوا من البعبل الإيراني الوحش المفترس. احنا ما لناش دعوة لا بإيران ولا بأي حد. أي واحد صديق يريد أن يقف معنا أهلا وسهلا ضمن هذه المعادلة، أنه أنا لا أفقد سيادتي. وهنا أؤكد على أن منذ 5 سنوات أصبحت مصر تمتلك قرارها السياسي والسيادي، وثرواتها كلها تستثمر في التنمية الشاملة لمصلحة مصر. فهذا هو الدولة الوطنية. الدولة الوطنية لا يمكن أن تبيع قرارها إلى أي إنسان آخر. فهذه المشكلة يجب أن يعيها القاصي والزاني. نحن في سوريا وخاصة القيادة الموجودة حاليا لا تستطيع لا هي ولا غيرها أن تبيع قرارها لا للإيرانيين ولا حتى الروس. أصدقاء أهلا وسهلا. هل ستحقق إسرائيل هذه التلويحات بالتحرك العسكري برأيك؟ والله لا تستطيع إسرائيل أن تتقدم شبرا واحدا الآن. سوف تقطع رجلها زي ما قطعت في 6 ساعات في حرب أكتوبر، زي ما قال الرئيس السادات الله يرحمه، في 6 ساعات. وأكذوبة حرب يونيا، الأكذوبة الكبيرة التي وصموها بأنها هزيمة ونكسة، كانت أكذوبة، لكنها كانت مؤامرة كبرى على القيادة المصرية. لا تستطيع إسرائيل أن تفتح أي جبهة أخرى مرة أخرى في حرب مع أي دولة عربية، وخاصة مع مصر وسوريا. حتى لو تلاقت المواقف، يعني ربما التصريحات الأخيرة أيضا للولايات المتحدة بأن خروج إيران من سوريا هو أولوية قصوى، إذن تتلاقى المواقف الأمريكية الإسرائيلية في هذه الحالة إلى أي مدى تشكل لقوة ضغط وبالتالي التحرك؟ نحن العرب عرفنا أن من وقت اللي إجا ترامب إنسان سمسار يبتز العرب، بيصرح بياخد فلوس، سمسار شاطر، هو جه للسمسرة بقدر تصريحات. هو قال هيطلع من سوريا، طلع من سوريا، هيبقى بسوريا، حد عارف
ترامب عايز يبقى ولا هيطلع؟ هو حط رجله في سوريا وقال لهم لبعض الدول العربية أنا هبقى بسوريا لمصالح أيديولوجية، تدفعوا فلوس هبقى، ما بتدفعوش فلوس هيطلع. دي لكن الموقف المصري قال لكل الناس بما فيهم أمريكا كش ملك. وقسم الموقف الأمريكي، يعني تارة يتحدثون بالتواجد الأمريكي لخروج داعش والانتهاء منها بشكل كامل على الأراضي السورية، وتارة أخرى ينقسم الموقف إلى وجود دبلوماسي أيضا وبالتالي إيران يجب أن تخرج. هذه هي المواقف الأمريكية. اسمح لي دكتور نادر أن يكون معي هذا الاتصال الهاتفي الدكتور سعيد عكاشة الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك دكتور سعيد. يعني في أي إطار تضع هذه المواقف بشأن سوريا؟ إسرائيل تريد خروج إيران من الأراضي السورية وتلوح بتحرك عسكري، واشنطن تتحدث عن أولوية قصوى لنفس الموضوع، وموقف مصري بالطبع يتحدث عن ثوابت متوافقة مع الموقف الرسمي الروسي بأهمية تشكيل لجنة لصياغة الدستور ومن ثم استتباب الأوضاع في الداخل السوري. بطبيعة الحال الأزمة السورية معقدة للغاية نتيجة يعني السنوات التي مرت على الدولة السورية، ضعف فيها الحكومة المركزية، فقدت الكثير من سيطرتها على الأراضي، أصبحت هناك جماعات مسلحة تنتمي لأطراف حكومية عدة داخل الإقليم، وبالتالي يعني حتى الروس نفسهم يستعدون إلى سماع إسرائيل في هذا الجانب، ويقولون إنه ممكن تأمين الحدود الإسرائيلية بإبعاد أي خطوط إيرانية أو أي خطوط للحرس الثوري الايراني بعيد عن الحدود الاسرائيليه باكثر من 100 كيلو على الاقل. اذا حتى يعني روسيا نفسها يمكن ان تكون مقبول لديها ان يكون هناك حدود على تحركات ايران داخل سوريا، ايضا منعها من ايجاد بنيه اساسيه للتصنيع العسكري داخل الاراضي السوريه. هذه هي اولويات الحكومه الاسرائيليه. هل سترتقي المواجهه الى وجود عسكري فعلي او تحرك عسكري فعلي؟ هل ستستطيع إسرائيل القيام بمثل هذه الخطوة ولا تأبى بأي مواجهة إذن في هذه الحالة؟ لا أعتقد أن إسرائيل ستسعى إلى مواجهة، وأيضا إيران نفسها لا تسعى إلى هذه المواجهة، بل على العكس التقارير الإسرائيلية بالأمس كانت تتحدث عن أن إيران يعني ربما تتجاوب مع الضغوط الإسرائيلية وتتحول إلى وجود يعني استخباراتي و وجود نوعي للأسلحة وليس بتسمير الأسلحة داخل سوريا أو بالإلقاء على أعداد كبيرة من القوات الحرس الدولي داخل سوريا. إذن حتى الإسرائيليين نفسهم تقييمهم إن لا إيران رغبة في الصدام ولا إسرائيل رغبة في الصدام. نعم، لكن في هذه الحالة هل سيستجيب نتنياهو لضغوط المعارضة أم برأيك سيتمثل الموقف فقط في مواقف أمريكية ضد إيران على أصداء العقوبات التي ما زالت مستمرة وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي؟ يعني الضغوط التي تمارس على نتنياهو ربما من بعض الخبراء الأمريكيين، ولكن داخل الجيش الإسرائيلي نفسه لا يعني لا المواجهة الآن، حتى في ليس في موضوع الفول وحده هم يتحدثون عن أنه لا يوجد عملية تؤدي إلى تدهور حالة حرب ما بين إسرائيل وقطاع غزة مثلا. هناك قطاع كبير في الجيش الإسرائيلي غير في مثل هذه الحروب الآن، هو يريد أن يتفرغ يعني الأبحاث العسكرية التي يمكن أن يواجه بها الصواريخ، بناء الجدار العازل لحدود غزة، تأمين الحدود السورية عبر الصفقات. لا يوجد يعني ضغوط هائلة على نتنياهو، خاصة أن الأجهزة الأمنية كما ذكرنا متقاسمة حول هذا الموضوع. المهلة المتبقية للمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في الأراضي السورية حسب رغبته في أن ينهيها، هل هي كافية لدفع لجنة تشكيل الدستور؟ لا أعتقد أنها كافية. الوضع السوري ما زال يعني قيد التشكل، وما زالت هناك جماعات مسلحة، ما زالت هناك أراضي خارج سيطرة الدولة، ما زالت هناك قوى إقليمية تسعى لعرقلة الحدود السلمية. أعتقد الوقت لن يكون كافي لصياغة الدستور يتوافق عليه جميع الأطراف. أشكرك دكتور سعيد عكاشة الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية. تفضل تعقيبك يا دكتور نادر. تفضل. أنا بيهمني شيء واحد، أنه عندما نتصدى لما يجري في سوريا أن لا أضع العنصر الإيراني وكأنه هو كل شيء مطلوب مني أنا.
أنا ألاحظ في كل المناقشات التي تدور إعلاميا ينسوا قضية إعادة البناء في سوريا ويركزون على موضوع الخلاف الإسرائيلي الإيراني. أنا بالنسبة إلي كسوري لا يهمني الخلاف لا الإيراني ولا الروسي، بهمني بلدي أنا، كيف أعيد بلدي أنا. لكن عندما وجه نظر المشاهدين إلى أشياء ثانوية فأنا أضيع هؤلاء الناس. أنا الآن أحب أن أعطي الأمل للشعب السوري الموجود في مصر والذي ابتدأ بالرحيل إلى سوريا، وكل الموجودين في أوروبا أن يعودوا لإعادة البناء. أما أن أشغل نفسي، هل الوقت أصبح سانحا لمثل هذه الخطوة الآن؟ نعم، الرئيس بشار الأسد منذ ما يقارب الشهر أصدر أمرا إلى كل المواطنين السوريين بالذهاب إلى السفارات وتسوية أوضاعهم حتى الذين كانوا معارضين لهم. إذن الوضع الآن مناسب للعودة. أما أنا أشغل ينطبق على اللاجئين السوريين، مفيش لاجئين دلوقتي، كلهم أصبحوا عرفوا أنه هم من ضحك عليهم. لا أتحدث عن مصر أو التواجد السوريين في مصر، أنا أتحدث عن رموا في كل مكان، رموا ثوب اللجوء وعرفوا أنه هم خدعوا ولذلك سوف يعودون إلى البناء، وهذا ما يجب علي أن أركز عليه. أنا لا أريد أن أشتت العلاقة بين الحرس الثوري، أنا مالي بالحرس الثوري، أنا علاقتي ب ألا يشكل هذا تعقيدا للمواقف أو في أوضاع التسوية برأيك؟ ولا أي شيء، ده عبارة عن خدمة لصراعات أيديولوجية. أنا ماليش دعوة في سوريا، إيران تختلف مع دول الخليج وأنا أصبح ورقة لعب بيناتهم، لا، حرام، شعب يذبح، شعب يشرد، وأنا لسه بقول إيران إيران، أنا مالي بإيران، أنا مالي بإيران، أنا بهمني شعبي العربي. لماذا السوري تعتبر لجنة صياغة الدستور هي أولى خطوات الحل؟ من دي طريق جيد ورائع، ومدام طلع من الحكومة السورية، الحكومة المصرية على لسان الرئيس السيسي، فنحن نثق بالقيادة المصرية التي تبنت قضية الشعب العربي في سوريا بطريقة شفافة بدون أيديولوجية بدون طائفية بدون أي شيء. المصريون يعملون لصالحنا نحن بدون يعني بدون أجر زي ما بيقولوا، تطوعا إخواتهم شركائهم، بينما الآخرين يعتبرون عبارة زي أردوغان وغير أردوغان ورقة لتسوية صراعاتهم مع الدول الغربية، ده حرام. لكن الأوضاع ما زالت بتفرض نفسها على الساحة، الأطراف المتصارعة يجب ذكر المشهد بوضوح، لا يوجد بصرف النظر بالطبع عن وجهة النظر بأن السوريين يجب أن يذهبوا لإعادة الإعمار مرة أخرى، لكن تهيئة الأوضاع الميدانية لا تقل أهمية، موجودة كل حتى إدلب ساقط عسكريا، إدلب ودير الزور ساقطين عسكريا، صدقيني ما فيش عندنا مشكلة، القلب القوي للجمهورية العربية السورية. ماذا ستفعل عن العناصر التي ما زالت تحمل السلاح؟ كيف تتصرف مع هذه القوات أو ربما الجماعات الإرهابية التي ما زالت تحمل الأسلحة الثقيلة ولم تعبأ بأي اتفاق يقع على الأرض أو يوقع على الأرض في إدلب والمنطقة العازلة؟ يا سيدتي، ما جرى بين الرئيس السيسي وما بين الرئيس بوتين قال أن هؤلاء الناس في مرحلة الهروب لكن يبحثون إلى أين، فلازم نسأل أمريكا هتاخدهم لفين؟ هتاخدهم للقوقاز ولا القرم؟ إلى أين ستتجه هذه ولا للسعودية ولا للإمارات؟ لازم نسأل لأمريكا، لأنه ما يجري الآن في السعودية خطر كبير على الدولة السعودية، فهل هؤلاء الناس اللي تدربوا في سوريا سوف ينتقلون لتدمير السعودية؟ هذا هو السؤال. والآن نحن نتكلم
بدون مجاملة وبدون محاباة، لأنه يتعلق بالأمن القومي العربي. إذا كان في خلافات بين الحكومة السورية والحكومة السعودية، معنى ذلك لا أستطيع لا أنا ولا حد أنه يتخلى عن 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 السعودية. دي أرضي، أرض أجدادي. بالطبع المملكة العربية السعودية دولة لها ثقل في العالم العربي والإسلامي، لا يستطيع أحد أن يتحدث عن دورها أو يزايد عليه في منطقة الشرق الأوسط. لكن ربما نتحدث في نفس ذات الوقت بأن هناك نوع من التسليم، بأن الأطراف فاعلة كثيرة متدخلة في المشهد السوري على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. هل سيكون هناك تصفية حسابات ستظل على الأرض في سوريا، ومن ثم وفق المصالح الأمريكية ستتحرك الأمور؟ ما دام موقف بعض الدول العربية موقف ضعيف، يقومون بدفع مبالغ لأمريكا، سوف يظل الابتزاز قائم إلى أمد بعيد. ولذلك لا، يجب أن نقف موقف عز وكرامة. فلن نتذكر هذا العراقي الذي ضرب الرئيس بوش في بغداد بالجزمة. أنا أريد أحد العرب اللي الدول اللي عم تتزن أمريكا أنه نضربوهم في الجزمة زي ما حصل بالصحفي العراقي. اسمح لي دكتور نادر، الدكتور الأستاذ إيهاب عباس الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلي من واشنطن. برحب بحضرتك أستاذ إيهاب. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بساعتك، وأهلا بكل المشاهدين. مرحبا بك أستاذ إيهاب. كنا نناقش في المشهد السوري بالطبع المواقف الأمريكية على رأس الأولويات التي وضعتها الولايات المتحدة خروج إيران من المشهد السوري ومن الأراضي السورية، ونتحدث عن تشكيل لجنة للدستور وبدء في صياغة أوضاع جديدة على الأرض لحلول سياسية للأزمة في سوريا. برأيك كيف ستنتهي هذه الأزمة، وكيف ستسير في ظل كل هذه التصريحات والتجاذبات بين أطرافها؟ الحقيقة في البداية لازم ناخد بالنا من الموقف اللي قاله امبارح ديمستورا بأن هو قرر الاستقالة والتنحي عن منصبه. نعم. خلال الأسابيع القليلة القادمة، وده الحقيقة هيربك حسابات الأمم المتحدة تحديدا والدول اللي بتحاول من بعيد تساعد في إنهاء الأزمة السورية. أنا مش بتكلم على الدول المحورية هنا زي روسيا وتركيا وإيران، اللي هي الدول فعلا اللي اللاعب الرئيسي في الملف السوري حاليا، لكن بتكلم على الدول المجتمع الدولي. الأمم المتحدة النهاردة لما ديمستورا هيمشي، وهو كان صاحب فكرة وجود لجنة دستورية لتشكيل دستور جديد في سوريا وكده، دي هتعمل أزمة شوية للمجتمع الدولي، لأنه على بال المجتمع الدولي ما يبتدي ياخد وقت وياخد قرار في مين هيخلق ديمستورا، هيترك ساحة هنا هو لكل اللاعبين الفاعلين بقى اللي هم حاليا موجودين في سوريا، تحديدا روسيا وتركيا، اللي هم يستفردوا بالملف السوري حاليا في مواجهة أمريكا من الطرف الآخر طبعا. وبالتالي الموضوع أنا من وجهة نظري هيكون متأزم نوعا ما، ولن يكون هناك أي نوع من أنواع الحلول القادمة على المدى القريب. حتى موضوع اللجنة الدستورية ربما يحدث فيه خلافات كبيرة، خاصة أن الحكومة السورية حاليا برضو عندها بعض الملاحظات ومتوجسة من فكرة مين من المجتمع الدولي أو مين من الأمم المتحدة هيشارك في لجنة تشكيل الدستور. نعم. وده اللي معطل ديمستورا الحقيقة عن أنه هو كان يسير في هذا الاتجاه، لكنه ربما تعهد مع نيته بالتنحي عن الملف السوري أن تشكل اللجنة في المدة المتبقية له. هل سيكون مهيأ من أطراف عدة أن تشكل هذه اللجنة، ومن من ستشكل في هذه الحالة؟ تبديني مش هيحصل ده. يعني الراجل ديمستورا بقاله النهاردة 4 سنين متولي الملف السوري بعد طبعا كوفي عنان والأخطر الإبراهيمي، يعني الشخصين دولت ما كملوش سنة في هذا المنصب. وبالتالي لما جامد ديمستورا النهارده بقاله 4 سنين لم يستطع ان يعني يقوم باي نوع من انواع الحلول، او زي ما بيسموها بلغه السياسه حلحله الموضوع او تحريك الموضوع، المياه الراكده ما حصلش. هو كل اللي كان بيحصل دائما اجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للم الصف ولم الشمل، لكن الحقيقة كل دوت كان يذهب أدراج الرياح. المشكلة الكبيرة في سوريا حاليا
هو طبعا هي وجود القوات الإيرانية على الأرض ومحاولة إيران التدخل الشديد في الداخل السوري بكل ما أوتيت من قوة، ومحاولة تركيا من الجانب الآخر أيضا أن هي بحجة أن هي بتحمي أراضيها وبتحاول أن هي طبعا تمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا وعن طريق الأراضي التركية. كل المعطيات دي الحقيقة بجانب طبعا روسيا وموقفها القوي مع سوريا والحكومة السورية والوقفة الشديدة مع الحكومة السورية مع الدور الأمريكي ورغبتها في إيجاد مسمار جحا اللي هو فكرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأفراد، في الحقيقة معطيات كتير هتصعب جدا من حل المسألة في وقت قريب. أنا شخصيا لا أرى حل للملف السوري للقضية السورية في وقت قريب جدا، اللهم إلا إذا استطاعت المعارضة المعتدلة أن تتحد مع الحكومة السورية بتشكيل وحدة ديمقراطية تخرج بالبلاد من الأزمة الحالية، وبالتالي إذا ما حدث وكان هناك عقلاء من كل الأطراف ستلفظ كل الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة وأيضا الدول المتدخلة في الشأن السوري ستلفظ كلها في خلال شهور قليلة جدا وتعود سوريا بإذن الله. متى تتحقق هذه الإرادة الدولية؟ متى ستتحقق؟ متى لا تتعارض فيها المصالح بين الأطراف كافة وبالتالي تسوى المسألة السورية بالشكل السليم؟ أنا أعتقد أنه يجب إخراج طبعا إيران وتركيا من المعادلة تماما. إيران وتركيا إذا ما خرجتا من هذه المعادلة سيكون هناك حل كبير جدا. أنا بتكلم هنا على المستوى السياسي المستوى. نعم. لكن على المستوى الميداني يجب أولا يعني حل جبهة النصرة والقضاء عليها نهائيا مهما تخفت في أي اسم من المسميات الأخرى، جبهة تحرير الشام أو أي من الأسماء دي. نعم. يجب القضاء على قوات داعش وتنظيم الدولة الإسلامية الموجودة حاليا، اللي يعني الحمد لله هي بتكاد تكون بتختفي من المشهد السوري ولكن ما زالت موجودة تحديدا في مناطق شرق سوريا، واستعدادات القوات السورية حاليا يعني دولة أنه تم الاتفاق بتاع سوتشي ما بين تركيا وروسيا حول وقف يعني عمل هدنة ومنطقة منزوعة السلاح، لكانت القوات السورية دخلت إلى إدلب واستطاعت تحرير إدلب ثم توجهت بعد ذلك إلى مناطق الشرق وحررت مناطق الشرق من وجود شرق الفرات على أتحدث هنا. نعم. وحررتها من وجود القوات الدولة الإسلامية تنظيم داعش الإرهابي ولكن الاتفاق هو اللي عطل الموضوع ده. فأنا أعتقد إذا ما تحركت سوريا خلال الفترة القادمة ميدانيا ستستطيع القضاء على هاتين البؤرتين الكبيرتين وتعود إن شاء الله المسألة إلى المحادثات السلمية بين المعارضة المعتدلة وبين الحكومة السورية أملاً أشكرك. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إيهاب عباس الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من واشنطن. تود التعقيب دكتور نادر؟ نعم تفضل. أنا أريد أن أعود إلى إدخال عناصر دولية في الأزمة السورية. من هم الذين دفعوا بالأزمة السورية إلى تعدد العناصر؟ أليس العرب؟ جامعة الدول العربية عندما طردت سوريا من جامعة الدول العربية، ليس هو هذا السبب؟ هذا نقطة. النقطة الثانية، الحل موجود. عندما قام ضباط الجيش العربي السوري في 57 وفرضوا الوحدة على جمال عبد الناصر انتهت المشكلة وانتهى حلف بغداد وكل شيء. لماذا الدول العربية التي تمول داعش وجبهة النصرة أن تقف عن تمويل هؤلاء الناس وتقول لمصر اتفضلي تعالي حلي الأزمة السورية؟ قسما بالله العظيم ب24 ساعة سوف تحل. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ينضم إلي عبر الهاتف، برحب بحضرتك دكتور طارق. دكتور طارق
مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. اهلا بك يا دكتور طارق. المشهد السوري هو ما نتحدث عنه، والمواقف المصريه الروسيه الاخيره في تقاربها بشان حل الازمه، دفع الاوضاع الى تكوين وتشكيل لجنه لصياغه الدستور، هو ما نتحدث عنه الان. كيف تفعل هذه المواقف المشتركه المصريه الروسيه على الارض؟ هو بالتاكيد كما تعلمي هناك تنسيق روسي مصري بدأ بمشاركة مصر في توقيع الهدن المتتالية في القاهرة، الغوطة الشرقية والغربية وحمص وغيرها. فأعتقد أنه التنسيق الروسي المصري يملك آليات على الأرض للتنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطياف السورية. وأنا أعتقد أنه في هذا التوقيت هناك بالتأكيد إرادة تتشكل للتوصل إلى أفق سياسي جديد نبدأ منه ونستطيع أن يكون لنا دور مباشر فيه. الدولة المصرية لم يتغير موقفها منذ بدايات الأزمة، ونذكر الجميع أن موقف مصر موقف ثابت ومتماسك، وموقف استمر طوال إدارة الأزمة حفاظا على مقدرات الدولة السورية الشقيقة ومحافظة على مؤسساتها وكياناتها. وهناك بطبيعة الحال يعني توجهات ومواقف إيجابية تصب في إطار دعم مصر لسوريا في المرحلة المقبلة، إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن دور مصري في إعادة بناء الجيش السوري وإعادة بناء مقدرات الدولة السورية. هذا أمر طبيعي، أنت تعلمي العلاقات المصرية السورية، تعلمي الجيش السوري الأول في سوريا. فطبعا بطبيعة الحال نحن لن نتحدث في جمل إنشائية ومطلقة، سوريا تمثل لمصر ركن ركين من أسس التحرك الكبير. وأنا أعتقد أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك مصري روسي على أعلى مستوى لترجمة فكرة الحوار الاستراتيجي، ليس فقط في الملف السوري ولكن في الملفات العربية والإقليمية المفتوحة. تعلمي أن روسيا لها دور كبير في الإقليم، وهي دولة كبيرة ولها يعني تطور كامل لإدارة المشهد، ليس في المسألة السورية فقط. وأعتقد أنها ستحتاج، وهي بالفعل تقوم بهذا، دولة كبيرة، دولة مركزية، دولة محورية زي مصر في التحرك. وبناء عليه التقارب الروسي المصري سيكون طبعا مهم جدا في الفترة المقبلة لإعادة ترتيب الأجواء العربية. إن شاء الله يكون البداية بالملف السوري ويمر بالملف الليبي وبجملة القضايا الأخرى. نحن لا نتحدث هنا فقط عن مصالح مشتركة، ولكن بطبيعة الحال مصالح متبادلة في إطار عودة النظام السوري والقوات السورية إلى قلب النظام الإقليمي العربي. هناك فجوة كبيرة في النظام الإقليمي العربي بخروج سوريا من المعادلة السياسية. اليوم بطبيعة الحال إن شاء الله تعود سوريا، وهي دولة مهمة ودولة ركيزة للاستقرار. هل هي أولى الخطوات برأيك للحل؟ أن تعود عضوية سوريا المجمدة في الجامعة العربية؟ أعتقد هناك توجهات مباشرة في هذا الإطار، وأنا أعتقد أنه دي أولوية أولى في هذا التوقيت. الأمور تمضي في سوريا إلى الاستقرار إن شاء الله تعالى. حضرتك تعلمي المعابر فتحت على الجانب الأردني السوري وأيضا في كل الاتجاهات. فأنت بتتحدثي عن عودة مقدرات الدولة السورية إلى عملها ومهامها، وإن شاء الله تفعل مؤسساتها على الأرض. فبناء عليه أعتقد أنه هناك خطوات إيجابية تمضي في هذا الإطار، وأعتقد أنه من يعني المصلحة العربية تقتضي الآن عودة سوريا إلى ممارسة دورها السياسي، وتفعل المؤسسات السياسية ويبنى الأفق السياسي، وأن نكون أمام مرحلة جديدة إن شاء الله، سوريا جديرة بهذا. وإن شاء الله التحرك المصري الروسي يأتي في إطاره لمصلحة النظام الإقليمي العربي بأكمله، ليس فقط دولة ولكن لمصلحة استتباب استقرار بشكل عام للنظام الإقليمي العربي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أنا أشكر الدكتور طارق فهمي على وعيه السياسي وعلى تعمقه في الموضوع السوري، وهذا هو الشيء العظيم الذي ينتظره الشعب العربي في سوريا من الأخوة في مصر، أن كل الخبرة التي اكتسبوها خلال 5 سنوات الماضية أن يبنوا فيها ويساعدونا في إعادة البناء في سوريا. نحن لا نحتاج إلى أحد غريب غير المصريين الذين هم شفافين وليس لهم مصالح إلا أن يساعدونا في إعادة البناء. لا نريد مالا ولا نريد جاها
والسوريين المنتشرين في كل أنحاء العالم قادرين على التمويل، لكن لا نحتاج إلا إلى المصريين بخبراتهم الذين عملوا أنفاق وعملوا طرق وعملوا مدن. هذا الشيء الذي يجب أن نردده. أما موضوع بعض الإعلاميين الذين يأخذون إلى موضوع إيران والسعودية وسوتشي وموتشي، دي لا نبحث عنها. نحن نريد المصريين فقط ولا نريد غيرهم، حتى نعود بسلام وحدة جناحين نطير بعقل عربي وقيادة عربية حرة. بالطبع مصر ودورها المحوري في المنطقة والقضية السورية واقع خاص لهذه الدولة الشقيقة على مر التاريخ بالطبع في مواقفها العديدة مع مصر. بنتحدث عن سوريا موحدة بأياد سورية وفي إعادة أعمار أيضا بالأياد السورية إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر المفكر السوري الدكتور نادر عكو على هذه الرؤية التحليلية. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة في مشهد اليوم. لقاء يتجدد معكم في نفس الموعد ومشهد آخر على شاشة النيل الأخبار. إلى اللقاء.